صرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى بأن العدالة الجزائرية ستتابع الوكالات السياحية المخالفة لعقودها مع الحجاج بتهمة التحايل والابتزاز، مؤكدا بأن كل وكالة يثبت تورطها ستتخذ ضدها الإجراءات القانونية. موضوع ميلا موضوع الآن بين يدي العدالة، وسوف تتخذ العدالة إجراءاتها وسوف ينزل الحكم القضائي المناسب لعملية الابتزاز المجرمة قانونا. التقصيرات التي وقعت من طرف الوكالات السياحية الخاصة حقيقة، أنا لا أريد أن أسمي أي وكالة ولكن أعرف كل الوكالات، وكل هذه الوكالات أجريت لها محاضر رسمية. اتفقت مع السيد وزير السياحة بأن أحيل إليه ملفات هذه الوكالات حتى يتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة في إسقاط العقوبة المناسبة. كل وكالة سياحية تخل سوف تسقط من تنظيم الحج، تمنع إما لمدة سنوات محددة أو تمنع أبدا من تنظيم الحج. الحجاج المتضررون إذا التزموا بما نصحناهم به وعندهم عقود مع هذه الوكالات فإنهم يمكنهم أن يتابعوا هذه الوكالات في القضاء، ويكفي أن يتابع حاج واحد وكالة سياحية في القضاء حتى نتأسس كطرف مدني ونرافق هذا الحاج ونضمن على أن يعوض عن أي دينار دفعه ولم يجد مقابله خدمة. وعن موسم حج 2018 وصفه بأفضل المواسم حسب التقديرات الأولية، أين أكد على أن كل التقارير التي وصلته تؤكد بأن الجزائر نظمت أفضل موسم حج لها. موسم حج هذه السنة تميز بارتياح كبير للحجاج الجزائريين، أن هناك نداءات كانت تبث كلما يجد الحج الجزائري صعوبة، وكان أعضاء البعثة يتفاعلون في زمان المشكلة وأوانها وحلين المشاكل في أوانها. في كل موسم حج يتعرض الحجاج للاحتيال من طرف وكالة سياحية لكن دون محاسبة، فهل سيتمكن الحجاج هذه السنة من استرجاع حقوقهم؟